ننتقل إلى درس الشفاعة. ما المقصود بالشفاعة؟ ما المقصود بالشفاعة؟ الجواب: الشفاعة هي التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر. التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر، يعني أتوسط لأحقق لإنسان منفعة أو أدفع عنه أذى، فهذه تسمى شفاعة. هنالك مصطلح يعرف بالشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى، ما المقصود بالشفاعة العظمى؟ الجواب: هي الشفاعة في أرض الموقف لفصل القضاء، وذلك عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف، وهي خاصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي يوم القيامة تحصل الكثير من الأهوال والشدائد التي يشيب لها شعر الولدان، كما ذكر الله عز وجل. ومن شدة الأهوال في هذا اليوم يجتمع بعض الناس إلى بعض ويقولون لبعضهم: ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغنا؟ من يشفع لنا إلى الله عز وجل؟ يريدون أن يبدأ الله الحساب حتى ينتهوا من هذا الموقف الشديد، ويرى كل واحد نتيجته حتى وإن كانت إلى النار، ظنا من بعض الكفار أن النار أهون من هذا الموقف وهي أشد، فيذهبون إلى سيدنا آدم عليه السلام ويقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وإلى غير ذلك. ثم يقولون له: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر سيدنا آدم عليه السلام ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي نفسي، يعني اللهم لا أسألك إلا نفسي. فيذهبون إلى سيدنا نوح عليه السلام ويكلمونه كما كلموا آدم، فيعتذر أيضا، ثم يوجههم أن يذهبوا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهكذا ينتقلون من نبي إلى نبي، وكل نبي يعتذر حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، ويذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه بكلمات وتسبيحات لم يقلها أحد من قبل. وهنا يقول له الله عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهنا يكرم الله عز وجل نبيه بأن يجيب طلبه، ويبدأ الله عز وجل الحساب. وهذه هي الشفاعة العظمى، لأنها ليست خاصة بأمته عليه الصلاة والسلام، وإنما هي لجميع الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات أخرى سوى الشفاعة العظمى. ما هي هذه الشفاعات؟ الجواب: أولا، الشفاعة في من استحق النار
بأن يدخلها الشفاعة في من استحق النار بأن لا يدخلها، يشفع لبعض المؤمنين الذين قد حكم عليهم بدخول النار فيكرمه الله عز وجل بأن لا يدخلهم النار. ثانيا الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها بعض المسلمين الذين قصرت بهم أعمالهم من أهل الكبائر والمعاصي يدخلون النار، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيخرجهم الله من النار. ثالثا الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وهي مأخوذة من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن أبا سلمة دعا له أن يرفع الله درجته، فيؤخذ منها أن للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين. ما هي شروط الشفاعة المقبولة عند الله يوم القيامة؟ الشفاعة المقبولة عند الله لها شروط، وهذه الشروط هي أولا أن يأذن الله بها لمن يشاء، فليس كل أحد يشفع. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما هي الأعمال التي تجعل الإنسان أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا ينبغي عليك إنسان مسلم أن أعمل حتى يكرمني الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ من هذه الأعمال أولا قول لا إله إلا الله، فهي أعظم كلمة، كلمة التوحيد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرت الوفاة عمه أبا طالب كان يقول له يا عماه كلمة قلها أحاج لك بها عند الله، أشفع لك بها، قل لا إله إلا الله، ولكنه أبى. لذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي تشفع له، تكون سببا في حصوله على الشفاعة يوم القيامة. ثانيا الإيمان، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. ثالثا الاستغفار، كثرة الاستغفار. رابعا العدل وعدم الظلم. خامسا خشية الله تعالى، الخوف من الله. وسادسا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباحا و10 مرات مساء، فقد ورد في الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من صلى علي 10 إذا أصبح و10 إذا أمسى أدركته شفاعتي يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سابعا الدعاء المأثور بعد الأذان، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. كيف يكون ذلك؟ من خلال الدعاء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن نقول كما يقول المؤذن ثم نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ندعو
بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء نحافظ عليه بعد الأذان، لأن المحافظة عليه سبب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحافظ عليه يوم القيامة. ما هي آثار الذنوب والمعاصي؟ ما هي آثار الذنوب والمعاصي؟ أولا، المعاصي تزيل النعم. من عقوبات المعاصي أن الله عز وجل قد يعاقب صاحبها بأن يسلبه بعض النعم التي أنعم بها عليه، لأن الإنسان لا يعصي الله عز وجل إلا بالنعم التي أعطاه الله إياها. فمن ينظر إلى الحرام ويعصي الله بنعمة البصر، من يستمع إلى الحرام ويعصي الله بنعمة السمع، من يتكلم بالكلام البذيء السيء هو يعصي الله عز وجل بنعمة أعطاه الله إياها، نعمة اللسان، إلى غير ذلك. ولذلك الإكثار من المعاصي قد يكون سبب في حرمان صاحبها من بعض النعم التي أنعم الله بها عليه. ثانيا، المعاصي تعسر أمور صاحبها وتعقد حياته اليومية، لأن الجزاء من جنس العمل. ثالثا، تحجب ثمرات الإيمان من السعادة والأمن. يعني قد تكون المعصية سبب في حرمان العبد من ثمرة طاعة من الطاعات يقوم بها. يعني إنسان يعصي الله عز وجل ويصلي، قد يحرمه الله عز وجل من ثمرات الصلاة، فلا يشعر فيها بالراحة والطمأنينة والخشوع، وهذا من العقوبات التي يعاقب بها العبد إذا أدمن المعاصي. رابعا، أنها تطفئ نور القلب وتحرمه من الانتفاع بالعلم الشرعي، لأن المعصية ظلمة في القلب والعلم نور. خامسا، أنها تحرم العبد من الطاعة ولذة العبادة. سادسا، أنها تذهب بركة العمر والرزق الحسن والعمل الصالح. سابعا، أنها تجعل العاصي ذليلا وتذهب بكرامته وعزته. الإنسان الذي يعصي الله عز وجل دائما لابد أن يعاقب، ومن هذه العقوبات أن يذله الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة.